السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم عالم المكنسية. عيد مبارك سعيد، يدخل عليكم الصحة والسلامة وكل المتمنيات. جبت لكم تشكيلة ديال حلويات اللي كيوجدوا بسرعة في وقت وجيز وبدون فرن، مقادير بسيطة. نتمنى تعجبكم هاد التشكيلة هذه ونكون عند حسن ظنكم. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. عندي كيلو ديال الكاوكاو اللي هرمشته، خليته غير مهرمش، وعندي هنا بيسكوي اللي تهو هرمشته ما مطحونش مزيان وماشي غليظ. هذا هو البسكوي اللي استعملت، اي بسكوي عندكم في الدار خدموه. وعندي هنا كميه ديال الشوفان، تقريبا واحد 5 المعالقات اللي دقدقتها غير بيدي، هو هذا الشوفان اللي كنستعمل. وعندي الشوكولا ديال الدهن، انا استعملت نوتيلا، ممكن تستعملوا اي ماركه عندكم. غادي ندوزو نخلطوا المقادير. خلطت دوك النواشف كاملين ودابا غادي نصب عليهم الشوكولات. وغادي نحاول نحرك مزيان كيف ما كتشوفوا، راه تجمعات لنا داك البسكوي وداك الشيء، جاتنا بحال عجينه ناشفه. وهنا درت الباماغي اللي ذوبت فيه كميه ديال الشكلاط، وخديت هنا هذا ليمول ديال السيليكون على حسب الشكل اللي بغيتو. غادي ناخذ القالب ديال السيليكون وغادي نلبسو بالشكلاط، نحاول ندهنو مزيان بالشكلاط بواحد الشيطة، او ممكن تكبو واحد شويه بالمعلقه. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نلبسهم كاملين، وغادي ندخلهم للمجمد ونتلاقى معكم من بعد. هنا خديت عاوتاني شكل اخر ديال قالب السيليكون، حتى هو نفس الطريقه غادي نديرو، غادي ندهنهم مزيان دوك الجوانب حيت هاد الجنيبات كيكونوا مشرطين، كي نحاول نحكموهم مزيان. من بعد ما دخلتهم للمجمد دابا غادي نحاول ندير واحد الكويرات صغيره من داك الخليط الاول اللي درنا. حاولوا ديروهم عبر واحد، عينكم ميزانكم اللي بغات تستعمل هذا الميزان، انا كنفضل نستعمل غير عيني ميزاني وصافي. خرجت دابا القالب ديال السيليكون من الثلاجه، دابا غنحاول ندير دوك الحشوه، دوك الكويرات نحطوهم نثبتوهم لداخل مزيان، ونخلي واحد المسافه واحد الفراغات باش نديرو الشكلاط.
من بعد ما خرجت قالب سيليكون غادي نحاول ندير واحد الكميه ديال الشكلاط من الفوق باش كنفيني بها ديك المساحه اللي بقات ليا. نحاول نقادوها بالمعلقه بالنسبه للشكل الثاني كيف ما كتشوفوا حتى هو نفس الطريقه. غادي نزيدوا الطبقه الاخيره من الشكلاط نمشيوها مزيان وكل مره نحاولوا نضربوا داك السيليكون مع سطح العمل باش كتساوى لينا داك الشكلاط في جميع الجوانب. وحتى هما غادي ندخلهم للثلاجه باش غادي يشدوا راسهم يجمدوا. وهنا هاد الحشوه اللي شاطت ليا غادي ندير بها شكل اخر. خديت كميه ديال زريعه الكتان اللي قليتها شويه والشكلاط البيض اللي درتها في داك البوش درته في الماء سخون. طريقه جديده هادي بلا ما ندير حمام مريم. غادي نقطع الفوم ديال البوش باش يخوي ليا الشكلاط. غادي ندير واحد الكميه ديال زريعه الكتان اللي ديجا قليته شويه في مقيله وغادي نضيف عليه كميه ديال الشكلاط. ممكن تستعملوا غير معلقه في هذا في هذا الشكل هذا. غنستمر هكا حتى نكمل هذه الكميه هذه وغادي ندخلها حتى هي للكونجيلاتور باش تقبط راسها. من بعد ما جمد ليا الشكل الاول غادي نحيدهم غادي نديمو ليوه من المول نحيدو داك البقايا اللي كيبقاو لاصقين به. من الاحسن مني ديروه حاولوا تفينيوه بواحد سباتول من الفوق باش كيجي متساوي. انا كنت مزروبه شويه. وغادي نديمو لي الشكل الثاني حتى هو. بالنسبه للشكل الثالث من بعد ما نشف لينا الشكلاط البيض غادي ناخذ كميه ديال الحشوه وغادي نحطها فوق منه فوق من الشكلاط ونحاولوا نضغطوا عليه مزيان باش كيشد الفورمه ديال القالب سيليكون. وغادي نستمر هكا حتى نكمل داك الحفيرات ديال المول ديال السيليكون وغادي ندخلوها حتى هي الكونجيلاتور باش تشد راسها ونرجع معكم. بالنسبه للشكل الرابع غادي ناخذ ديك الحشوه غادي ندير بها كويرات متوسطه الحجم. غناخد هاد نحاول نفندها في الزنجله البيض وغادي ندير واحد الثقبه اما بصبعي واما بشي حاجه هكذا. We'll be right back.
دابا غادي ندوك الحفيرات نحاول نعمرهم شويه بالشكلات الابيض. البلاطو ديالي جا على هذا الشكل، هذا جا مشكل ثلاثه ديال الاشكال، عفوا اربعه ديال الانواع. هذا الشكل اللي درنا بزريعه الكتان، وهذا اللي درت له الزنجلان الابيض، وهذا اللي معمر بالعقده. هذه بقلاوه تركيه اللي بغاها خليها له في صندوق الوصف. وهذا الشكل الثاني، شكل اخر تبارك الله جا زوين. وهذا بلاطو اخر كنت درته، غادي نشاركه معكم ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله. هذا صابلي مزوق، وهذه رخامه غنيه عن التعريف. وهذه ريش بوند محبوبه للجماهير، كل شيء كيبغيها كبير وصغير. درت في الكحل ودرتها في الابيض. وهذه الطبيله ديالي اللي غادي نحطها في العيد ان شاء الله. كنتمنى هاد التشكيله ديال الحليوات المتواضعه يروقوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، وبصحه والراحه، وعيدكم مبارك سعيد.